برضو يعني عايزه اروح لنجاحات ليفربول ويورجن كلوب، وطبعا النجم المصري محمد صلاح مش هينفع تبقى معانا وما ناخدش رايك في كل اللي بيقدمه محمد صلاح. محمد صلاح يعني خلاص بقى موجود في مكانه مختلفه خالص عن اي لاعب مصري سابق، يعني بتمنى له التوفيق طبعا، ويا رب يبعد عنه شر الاصابه ويفضل مستمر كده في الملاعب، وبنبقى مبسوطين جدا بنجاحاته ومبسوطين جدا بان في واحد مصري فعلا رافع على مصر بره بشكل محترم وبشكل مختلف وبشكل حاجه يعني اللي احترف الناس احترفت كتير جدا، ولكن انه يوصل للمكانه دي والتطور اللي بقى فيه محمد صلاح تطور كبير جدا جدا جدا، فيا رب يفضل كده وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه دايما كده، حاجه محترمه قوي يعني. كنت تتوقع ان انت تشوف لعيب مصري في يوم من الايام في مكانه محمد صلاح؟ لا مش في المكانه، بس كنت دايما بقول ان اللي عايز ينجح يطلع بره الاهلي والزمالك. يعني اللعيب اللي بره اهلي وزمالك وطالع من قطاعات ناشئين انديه تانية وطالع هيحترف، فرصه نجاحه اكبر بكتير من اللاعب اللي طالع من الاهلي والزمالك. ليه بقى؟ لان اللاعب بتاع الاهلي والزمالك جرب الشهره، جرب الشهره والنجوميه وانه يمشي في الشارع الناس كلها عارفاه، غير اللاعب اللي في الانديه الاخرى زمان. انا بكلمك على قبل كده، انما انا بكلمك على الوقت اللي احنا موجودين فيه، هو اللعيبه بتاعه اهلي وزمالك بيبقوا مشهورين شهره مختلفه عن شهره اللعيبه الثانيه، فيمكن ده ساعد محمد صلاح على فكره بشكل كبير جدا جدا. يعني محمد صلاح طالع من المقاولين العرب، اتعرف في مصر بس على نطاق ضيق ما كانش نطاق كبير. طلع محمد صلاح عنده ميزه انه تدرج في الاحتراف، ما خدهاش من ما راحش الدوري الانجليزي على طول، لا ده راح الدوري السويسري، يعني تدرج ادى بشكل كويس، فرقته كانت مساعداه بشكل كبير جدا انه يظهر ويتالق، كان في بوابه كويسه لاوروبا بعد كده في الدوري الايطالي وبعد كده الانجليزي وبعد كده يرجع تاني الايطالي وبعد كده يروح على ليفربول، فعنده تدرج، فالتدرج مهم. ما ينفعش حاجه من الابيض للاسود هتبقى عندك مشكله، انما لما تاخدي الجزء اللي فيه جراي شويه فيه رمادي مهم جدا. محمد صلاح عمل ده عشان كده نجح بشكل كبير. اتهاجم او يمكن كان في بعض النقد اللي تم التوجيه لمحمد صلاح ان هو بيعتمد على سرعته بس، ما بيطورش من نفسه، الفينش لا ده كان طبعا قبل طبعا ما ده هو طور من نفسه. هو السرعه دي موهبه زيها زي الترقيص، زيها زي الاستخلاص، زي هي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، والموهبه دي انا شايف ان الموهبه الوحيده اللي تلاعب اي حد في اي نادي في اوروبا. عندك السرعه، تعالى بقى بعد كده نشوف الكوره بتاعتك شكلها عامل ازاي. محمد صلاح لو كان عنده كوره في ساعتها 60% هي اصبحت، وعنده سرعه 100% طبعا، هي اصبحت دلوقتي سرعه 100% وكره 80-90%، فانت هو اصبح لعيب متكامل. محمد صلاح دلوقتي من اللعيبه المتكامله اللي موجوده في الدوريات الاوروبيه. ف مقارنته بميسي ورونالدو منطقيه؟ مهمه جدا، حتى لو ما حصلش اي يعني حاجه ملموسه، انما مهم جدا ان هو يتحط اسمه مع الثنائي ده.